كده الصورة واضحة، إبراهيم ورا كل ده. وأنا عارفة متأكدة، فكرة إن طارق مش مصدقني خالص وإبراهيم بيلعب بيه. طارق ما يسواش حاجة عند إبراهيم من غيرك. إبراهيم مش هيسيبك غير لما يوصل للي هو عايزه. الحل بقى إنك تبعدي عن طارق، ساعتها إبراهيم هيرمي. لا مش هقدر، وبعدين أنا خايفة إن هو يتعلق بحد تاني غيري لما أبعد. مش أحسن ما يتعلق بحد تاني وانتي معاه؟ يا صباح الفل يا فندم. ده مش أجازة النهاردة؟ إيه اللي جابك؟ يعني قلت حضرتك تكون محتاج حاجة كده ولا كده، وبصراحة جيت اطمن في المهمة اللي حضرتك قلت لي اعملها. ايه؟ يا بوجي مبسوطة منك جدا. بس انا مش محتاج منك حاجة دلوقتي. ماشي، بعد اذن حضرتك. خليك يا طارق، شكلي هحتاج لك. الو، ازيك؟ انت عارفه معنى اتصالك ده ايه؟ ما تسالش عليا، فقلت اسال انا. كنت متاكد انك في الاخر هتعرفي ان اللي بيبقى معايا بيكسب. سيبك من الكلام ده، انا عايزه اشوفك. انا كمان نفسي اشوفك. يبقى متفقين، أجيلك ولا تجيلي؟ لا، تيجي انتي عشان أعرف أحتفل بيكي. ما تقلقيش منه، صدقيني لو عرف هيتبسط. لا لا طبعا مش هقوله، أنا هتصرف. تسعى كويس؟ أوكي. باي. لا غلط انك تروحي له، هيك شايفه ان هو صمم. خلاص الغي كل حاجه. مدام نبيلة انا هروح. لحظة لو سمحتي، ممكن الشنطة؟ اتفضلي. بعد إذنك. كنت متخيل إنك هتبقي لابسة السواريه وفول ميك اب عشان نحتفل. إيه بقى لازمة التفتيش ده؟ برضه جميلة يا نانسي. صراحة أنا مش مصدق. مش مصدق إن أنا ضعفت قدامك؟ ها؟ كنت فاكرك أقوى من كده، أصل أنا كنت مستمتع بالجيم. طب خلاص بسيطة جدا، أنا همشي وحضرتك تكمل. لا الجيم. لا 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 أحلى حاجة لحظة الانتصار. اتفضلي الجناح المخصوص بتاعي. طب بليز لو سمحت على الأقل ما تحسسنيش إن أنا رخيصة. دي واقعية مش رخص، أنا بحب أجيب من الآخر. اتفضلي. ابتديت اهو، انت
الزهر عليك مكسوفة، إيه رأيك لو نبتدي بفرد الشعر الحلو ده؟ الله الشقاوة دي. كفاية بقى.